أعلنت الحكومة الصينية يوم الجمعة أنها ستزيد ميزانية الدفاع هذا العام بحوالي 7 إلى 8% عن عام 2015، وهي نسبة أقل كثيرا مما كان متوقعا بعد زيادات بالميزانية في خانة العشرات استمرت لعقدين تقريبا. وسيتم الإعلان عن الرقم الفعلي يوم السبت عندما تبدأ الدورة السنوية للبرلمان، وستكون هذه أول زيادة برقم أحادي في الإنفاق منذ عام 2010 عندما زادت ميزانية الدفاع بنسبة 7.5%. واستهدفت الصين العام الماضي زيادة قدرها 10.1% في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى ما يعادل 135.39 مليار دولار، لكنها لا تزال تمثل ربع ميزانية الدفاع الأمريكية تقريبا. وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية للعام الحالي 573 مليار دولار. ودأب زعماء الصين على تبرير التحديث العسكري بربط الإنفاق العسكري بنمو سريع للناتج المحلي الإجمالي، لكن النمو بلغ 6.9% العام الماضي وهو الأدنى في 25 عاما، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشهد تباطؤا آخر في 2016. وأثارت زيادة الإنفاق العسكري الصيني مخاوف في المنطقة، خصوصا لأن الصين تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن نزاعاتها على جزر في بحر الصين الشرقية وبحر الصين الجنوبي. ويسعى الرئيس الصيني شي جين بينغ الآن إلى إدخال جيش التحرير الشعبي الصيني في عصر الحداثة بالاستغناء عن 300 ألف وظيفة وإعادة هيكلة قيادة الجيش التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة.